أهل الجبل، أهالي طرابلس، كل عكار، الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون، عوائل الشهداء كلهم يرحبون بزيارة صاحب الغبطة البطرك بشار الراعي. أهلا به ومن معه من الأجلاء. وهذا ليس مستغربا عنه، لأن صاحب الغبطة تخرج من مدرسة سيدنا عيسى المسيح، وزيارته هي بلسم للجراح. وأنا ما أزال أذكر عندما كنت في حاضرة الفاتيكان بدعوة قداسة البابا بنديكتوس دامازولو، وقد أخذ بيدي صاحب الغبطة إلى مكان يوجد فيه تمثال لقداسة مارمارون، فذهبنا نكحل عيوننا بقداسة مارمارون قدسه الله. وهناك فتحت يدي وقرأت الفاتحة الإسلامية، فنظر إلي وقال: إن هذه الفاتحة الإسلامية على روح قديس مسيحي، ما هي إلا نتاج الحوار الإسلامي المسيحي ومن ثمراته. ومن مآثره أيضا لا أنسى أنه تجاوز الخط السياسي ودعاه الحافز الإنساني والديني والأخلاقي، فذهب إلى ما وراء الحدود يتفقد رعيته، لأنه لا ينظر من منظور سياسي، إنما ينظر من منظور إنساني، لأن الراعي دائما يبحث عن نعجته إذا كانت ضالة. والأم الرؤوم تبحث عن ابنها إذا كان ضائعا، فهذه مأثرة من مآثره. وبالأمس القريب في الربوة كنا بدعوة دعاها صاحب الغبطة لحام، البطرياك لحام، وهناك كان مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله، وألقى كلمة رائعة قال فيها: إن المسيحيين هم ملح الأرض. فأدركت أن هنالك رجال تعمقوا في القرآن وأعطوا للأمم والشعوب حقوقها، لأنه لم يوجد كتاب أكثر من القرآن أعطى ما للمسيح وما لمريم الإنصاف والحقوق والقدسية. وكذلك المسيحيين المؤمنين الذين تفيض أعينهم من ذكر الله أعطاهم أيضا الحقوق. وأنني أرجو
أن يمن الله علينا بعودة المطرانين الياسجي وإبراهيم إلى ربوعهم بإذن الله تعالى. وأطلب من الدولة أن لا تألو جهدا باسترجاع العسكريين المخطوفين، لأن رجوعهم يمثل كرامة وطنية ويمثل أيضا كرامة إنسانية، والدولة العتيدة الكريمة لا تألو جهدا، ولا أحد من الناس يستطيع أن يساومها وأن يزايد عليها بشجاعتها وإنسانيتها. تأملوا أن وزيرا للمال هو أحرص على المال من النملة على حبة القمح. تأملوا أن وزيرا للصحة نزل إلى الشارع وينظف الطعام، الماء، اللحوم، الخضار. تأملوا أن وزيرا للداخلية كان على رأس قوة فداهم واستأصل وفعل ما فعل. دولة الرئيس، رئيس الوزراء، كلامه قليل وفعله كثير. مجلس النواب له رئيس يستحصل من الممكن يستحصل المحتمل. إذن نطلب من الله أن تستمر هذه الدولة، كما أننا نشكر أيضا قيادة الجيش وهي العين الساهرة والوجوه الناضرة والعيون الناظرة لحماية هذا الوطن الكريم. أهلا وسهلا بصاحب الغبطة ومن معك من رجال الله الأجلاء. نقدر هذه الزيارة ونقدر هذه التعزية، وبلساني وبلسان الشهداء وبلسان كافة المخلصين والأحرار يقدمون لك عربون الجميل والواجب والشكر لغبطتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السماحة، أصحاب السماحة والفضيلة، الوجوه الكريمة، عوائل الشهداء الأحباء، آلينا على نفسنا مع سيارة المطران جورج بوجودي، مطران أبرشيتنا في طرابلس العزيزة، والمطران طانس خوري، مطران صيدا السابق والنائب العام للأبرشية، والآباء من تركيا ومن هنا. آلينا على نفسنا أن نأتي باسم كنيستنا المارونية وسينودس أساقفتنا لكي نقدم التعازي لكم صاحب السماحة وللمجلس الإسلامي العلوي في لبنان ولعائلات الشهداء، ولكي نقبر مواقفكم، موقف العائلات الجريحة ومفقودكم شخصياً، واعتبرتم أن هذه الخسارات التي لا تثمن اعتبرتموها قرابين، ذبائح على مذبح الوطن. هذا ما أعربتم عنه منذ البداية، وأخذتم المواقف الحكيمة السموحة المحبة للبنان والمجتمع اللبناني. جئنا لنقول لكم كل هذا التقدير، والعزاء الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى،
الذي أضاء في قلوب عائلات الشهداء وقلوبكم شعلة التسامح، شعلة الوعي والإدراك. وثقوا، كل لبنان يقدر كيف أطفأتم فتيل الشر، فتيل الثأر، وارتضيتم هذه الذبيحة. ونحن كمسيحيين في حكم حياتنا المسيحية، السيد المسيح الذي من على صليبه غفر لصليبه ولكل إنسان يقترف شرا وقال يا أبتي اغفر لهم لا يدرون ما يصنعون، أنتم اتخذتم هذا الموقف من سماحة الإسلام، من تقاليدكم، من روحانياتكم، تشكرون عليه كبيرا، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يعود ويعزي بما أنتم ترغبون. سلام لبنان وطمأنينة لبنان، سلام طرابلس وأمن طرابلس. كما أننا نحيي كل القيادات الروحية والزمنية الطرابلسية التي وقفت معكم وقفة واحدة. نحن نريد أن نحيي هذه المدينة طرابلس عزيزة الجريحة وجبل محسن الجريح بالأعمار، ونقول بالرغم من كل شيء يجب دائما أن نتعالى على الجراح وننظر إلى خير الوطن. هذه الأرض هي أرضنا جميعا، هذا الوطن وطننا جميعا، ينبغي أن نبنيه كل يوم بالتسامح والتعاون والتعاضد، ونحن إخوة أبناء وبنات لأب واحد في السماء. هذه رسالتنا ورسالتكم، هذه دعوة الله ومشيئته علينا أن نعيش بسلام على تنوعنا، على تعدديتنا، على ثقافاتنا ودياناتنا، وننظر إليها وكأنها تشكل كل واحدة منها قيمة مضافة في بناء نسيج هذا الوطن اللبناني. ولبنان يبنى بتضحيات المضحين، ويبنى بتضحيات الذين يقبلون ما يصيبهم من أجل الوطن في عمق دارهم وعائلاتهم. ولا يسعنا إلا أن نوجه النداء معكم إلى الدولة اللبنانية، إضافة إلى ندائكم، لا بد في طرابلس التي كانت تسمى مدينة الفقراء، لا يجوز أن تكون مدينة الفقر ولا مدينة الحرمان. فمن الضروري جدا، وهذا صوتنا مع صوتكم من أجل إنماء هذه المدينة، إخراج كل أبنائها والمنطقة من الحرمان ومن الفقر، لكي تقفل الطريق لكل الذين يريدون أن يستغلوا إخوتنا في فقرهم وعوزهم. وآن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الإنماء المتوازن. فلا سلام حيث حرمان، فلا سلام حيث لا إنماء. بابا بولس السادس الطباوي قال اليوم الاسم الجديد للسلام يسمى الإنماء، إنماء الشخص البشري وإنماء المجتمع. أنا أحيي معكم الحكومة اللبنانية على كل الخطوات، وبخاصة وزارة الداخلية على كل ما خططوا له من أجل الأمن والسلام للجميع. وحي الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية التي تسهر على خيرنا جميعا. وينبغي أن يقتنع كل اللبنانيين أن لا حياة شريفة ولا حياة سليمة ولا أحد يضمن حياتنا إلا الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية. هذه تعمل لكل الناس، ليس فقط للمواطنين، وكل عابر سبيل على أرض لبنان نحييهم، ونحيي أيضا شهداءهم التي سقطوا ويسقطون دائما على مذبح الوطن. نحن نريد اليوم من هذه السيارة أن تكون زيارة تعزية تضامن معكم، تطلع إلى المستقبل، زيارة نتشدد فيها من جديد
في وحدتنا وتضامننا. زيارة نقول لطرابلس العزيزة ودعاءنا أن يفرجها الرب من جرحها الناسف وتعود طرابلس والجبل وكل منطقة فيها أرض التآخي وأرض العيش معا، هذا النموذج المصغر عن العائلة اللبنانية. هذا ما أردنا صاحب السماحة أن نقوله مع سيادة راعي الأبرشية. وهذه الرسالة يحملها صاحب السيادة معكم وأنتم على تضامن مستمر. نحمل وجعنا مع كل اللبنانيين ومع مدينة حلب. وذكرت المطرانين، المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يسوع وكل المخطوفين. نسأل الله الذي يريد أن يعيش كل إنسان حر أن يتحرروا باسم الإنسانية، وكيف لا ونذكر كل يوم بصلاتنا العسكريين المأسورين في جبال عرسان. وقال لي أحدهم ليس من اللائق أن نقول العسكريين المخطوفين، هذا جرح في كرامتهم. العسكري لا يخطف، العسكر يكسرون. نحن نحييهم، نحيي أهلهم، ونرجو للحكومة اللبنانية النجاح في مسعيها من أجل تحريرهم لخيرهم وخير مؤسساتنا العسكرية وخير أهلهم المجروحين جرحا بليغا ويموتون كل يوم بسبب هذا الألم وهذا الوجع. نسأل الله أن يعوض على أهالي الشهداء الذين سقطوا في جبل محسن بالأمس وقبل. نطلب أن يعزي قلوب الجميع وأن يشددنا بما فيه خير وتمجيد في الإنسان. عشتم، عاش لبنان، والله يرحم كل شخص. كنت مخطوفين على أساس أن الذي خطف عصابة، أما مأسورون فدولة مقابل دولة، هذا ما أعني، ولكن كلامكم الأفصح والأدق. إسلام قليلنا يا إسلام. لا مش منك أنا، حدا قال لي إياها مرة، قال لي لا مش تعليقا عن الفضل. إحنا كنا دائما نقول مخطوفين، قال لي العسكر، العسكر مش سيئة، مش لا يؤثروا سيئة، مأسورين.